هل فعلا في مطالبات بوجود لوك داون او فرض حظر زي الدول الاوروبيه القريبه؟ طبعا هو الاحزاب الاخرى طبعا بعض الاحزاب طلبت ان احنا نقفل زي جيراننا اللي هم قريبين مننا زي دنمارك النرويج فنلندا، بس ان اكيد او عالم اللي ماشيين وراها اللي هو اسمه عالم الفيروسات بتاعنا اللي هو الهيئه الصحيه، اي من الناس حتى لو احنا اخذنا زي البلد الثانيه فاحنا مش هنقدر نوقف الفيروس، فاحنا خلينا مستمرين بس نحافظ على القواعد اللي احنا قلناها او اللي اتفقوا عليها مع الشعب. هل نقدر